السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في ناس كتير بتسألني أنا إزاي بدأت الرسم والموضوع جه معايا إزاي وإيه الحاجات اللي أنا ركزت عليها علشان أوصل للمستوى اللي أنا فيه دلوقتي، اللي هو طبعا مش آخر حاجة. إحنا لازم دايما نطور من نفسنا وهنفضل نتطور لحد آخر نفس في حياتنا. في البداية أنا أحب أقول لكم إن الموضوع جه معايا زي أي حد بدأ في الرسم، يعني أنا ما كنتش بعرف أرسم قد كده. كان عندي هواية يعني حبي للحاجة، يعني مثلا عندي هواية السباحة، يعني بحب السباحة عاوز إن أنا أكون أحسن فيها أو أكون سباح كويس. هواية الرسم كذلك هواية إن أنا أحب الموضوع، يعني لو أنت بتحب الموضوع وحابب إنك توصل لمستوى معين أو مستوى بيرفكت هتكون في المستوى ده، بس محتاج إنك تشتغل على نفسك. انا كنت في يوم من الايام بشتغل زي اي شاب بيشتغل. انا كان عندي وقتها حوالي 18 سنه، كنت بشتغل في حاجات كتير اثناء الدراسه. كان والدي دايما بيعرضني في موضوع الشغل اللي هو عايزني اركز في الدراسه وانا مش حرمك من حاجه، والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. ما كانش عايزني ان انا ادخل في اي مجال لا رسم ولا غيره يعني، وانا ما كانش في دماغي الموضوع. اشتغلت حاجات كتير، ولما دخلت الكليه طبعا اللي عارفني ان انا اخصائي نفسي، وانا في سنه اولى اخويا اللي ما يعرفش اخويا دكتور اصابات ملاعب والعلاج الطبيعي والكلام ده، قدمني في منتدى الشباب اللي كان معمول في ابو قير 2016، ودي كانت بدايتي ان انا ابدا في الموضوع ده. المنتدى ده عباره عن ورش فنيه وفي النهايه بيكون في معرض. المهم شاركت بلوحه والناس شجعتني وعجبهم الموضوع جدا. وعلشان ما اطولش عليكم، انا رجعت من المنتدى ده او من الملتقى ده عايز اقول لكم انا قلت انا فنان، انا مقتنع ان انا فنان. سبت كل شغلي وما بقتش بنزل الشغل ولا بقيت بعمل اي حاجه غير ان انا قاعد في البيت برسم. السؤال اللي قالوا لي انت بدات بايه، انا بدات بكل حاجه حواليا، الطبيعه الصامته، ودي اهم نقطه عايزك تحط عليها دايره، لان دي اهم حاجه هتخليك توصل للمرحله البيرفكت او المرحله اللي هتخليك ترسم اي حاجه بعد كده. اتجهت لموضوع الرسم البورتريه، بس عايز اقول لكم انا اصلا ما كنتش حابه، كنت بحب الحريه في الرسم شويه، ان انا ارسم الحاجات من خيالي، الطبيعه والطبيعه الصامته، سواء كانت طبيعه حيه وانا مسميها كده علشان الطبيعه اللي فيها روح، او الطبيعه الصامته اللي هي الحاجات اللي ما فيهاش روح. في يوم من الايام والدتي كانت بتشجعني جدا، طبعا اخواتي كلهم كانوا بيشجعوني على الموضوع ده، قالت لي روح مركز الابداع الفني في دمنهور او مكتبه دمنهور، حاول انك انت يعني تعرفهم بنفسك وتوريهم شغلك والكلام ده. المفاجاه واللي انا ما كنتش متوقعه ان حصلت حاجه يعني بمحض الصدفة، وأنا كنت مبسوط جدا، ودي طبعا من عند ربنا. على فكرة كل حاجة بتحصل في حياتنا بتكون أرزاق، يعني أنت بس تسعى لكده تنى نتيجة سعيك أو تعبك ده، صدقني ربنا عمره ما هيخذلك. كان معايا رسمة بورتريه للسادات، وكان معايا شوية طبيعة صامتة في السكتش بتاعي. وعلى فكرة عايز أقول لكم أنا بدأت في سكتش عادي جدا وقلم رصاص، والله سكتش عادي اللي هو ب2 جنيه ده، وقلم رصاص 2 بي اللي هو ب2 جنيه برضه. الكلام ده كان في شهر اكتوبر، والله ما في دماغي اي حاجه خالص. وعلى فكره انا رحت لهم كذا يوم يعني قبلها، كانوا يقولوا لي بكره ومش هيفتحوا النهارده وما اعرفش ايه. المهم رحت، كان يوم حد انا عمري ما انسى اليوم ده، دخلت قالوا لي ممنوع الدخول عشان في معرض جوه. فالراجل قال لي ايه ده سكتش اللي هو بتاع الامن، فشاف السكتش عجب الرسومات جدا، قال لي انت رسمك كويس، انت بتدرس ايه؟ قلت له بدرس كذا، طب ادخل ممكن يبقى لك فرصه. سبت له البطاقه بتاعتي ودخلت. في طبعا ندوه الاول كده، دخلت جوه. اقول لكم بقى على حاجه يعني حقيقي انا بحمد ربنا لحد دلوقتي، وعمري ما انسى الناس اللي شجعتني في الملتقى، يعني مش عايز اذكر اسماء عشان ما انساش حد، ناس كتير. ملتقى الشباب التاسع في ابو قير حقيقي كل القائمين عليه وكل الناس اللي انا اتعرفت عليها هناك انا بشكركم جدا. لو فيكم بيتفرج عليا دلوقتي بحبكم جدا. بعد كده طبعا الندوه دخلت انا من باب الخروج كمان، انا ما اعرفش حاجه. دخلت، فكان في ناس قاعده جنبي، وكان في اللي هو تقريبا في الجيش بيخطب. لحد دلوقتي انا بحكي لكم يعني كانكم قاعدين معايا في اليوم ده. كان في اللي هو في الجيش تقريبا كان مشارك في حرب اكتوبر، وكان بيتكلم كده كلام مهم. المهم خلصوا الندوه بتاعتهم، ففي حد كده وهما بيختموا الكلام، في حد قاعد جنبي قال لي انت بترسم؟ قلت له ايوه، طب وريني شغلك. فوريته رسمي عجبه جدا جدا، فوانا بوري له الشغل في حد كان معدي، انا متخيل بحد معدي، فرجع تاني بيقول لي ده رسمك؟ قلت له كانت
الصفحة مفتوحة على البورتريه بتاع السادات، دي المسؤولة عن الفنون التشكيلية في المكان، كنا في مركز الإبداع الفني. قالت لي طب قوم معايا، أنا خفت أنا ما أعرفش. أنا قلت لها والله رسمي يعني، فخدتني وقالت لي صور البطاقة بتاعتك. قلت لها حاضر أنا لسه هطلع. قالت لي لا طبعا، أنت رايح فين؟ اتفضل ارتاح، تشرب إيه وما أعرف. بصوا معاملة فوق الوصف يعني، كل احترام وتقدير للإدارة هناك. وعايز أقول لكم طبعا أنت لما بتكون حاجة يعني حاجة كويسة في المجتمع، صدقني المعاملة بتتغير خالص. تحت وعملوا لي نسكافيه جميل قوي، ترى بعتت حد صور البطاقة، وبعدين لقيتها خدت الورقة من السكتش وعلقتها. المفروض طبعا انت عشان تروح معرض، للي عارف الكلام ده، المفروض بتحجز قبلها، وبيكون يعني ليك اسم ومكان والكلام ده في اللوحات والحاجات دي. المهم لقيتها يعني علقت لي اللوحة بتاعتي في وسط اللوحات من غير برواز زي ما هي كده، وستيكر كده كتبت عليه اسلام خلف. دي كانت البداية. وجي وقت الافتتاح وانا مش فاهم اي حاجة خالص طبعا، يعني الناس دخلت وانا مش فاهم انا هعمل ايه، انا اول مرة احضر كده. لفوا على اللوحات كلها وانا بتفرج على اللوحات، انا مفكر يعني المعرض يعني الناس بتدخل تتفرج، المفروض انا اتكلم عن لوحتي. لقيتهم بيندهوا عليا اسلام خلف، طبعا الضيف الشرف بتاع المعرض اللي هو اللي انا قلت لكم عليه ده، دخلوا قالوا له يعني بيقول لي اتكلم عن لوحتك. قلت له ده بورتريه للسادات يعني انا رسمه بالرصاص وكده. فقال لي طيب كلمنا عنه. قلت له يعني هو رئيس فترة، يعني كان رئيس في فترة معينة رئيس لمصر، وانا بكلمه بنفس الطريقة اللي بكلمكم بيها يعني، مش يعني بتلجلج كده مش فاهم حاجة يعني وخايف طبعا. وانا حبيت ان انا ارسمه علشان يعني اشارك بيه في يوم زي ده، انا ما لقيتش حاجه اقولها غير كده. ففي حد تكرم واتكلم بالنيابه عني، وعايز اقول لكم اللوحه كانت من افضل اللوحات في المعرض، وخدت شهاده وخدت درع وكنت مبسوط جدا. انا رايح اوريهم لوحتي، خدوا بالكم بقى، انا رايح اوريهم اللوحه بتاعتي اقول لهم يعني خدوني معاكم يعني، يعني اوريهم شغلي، اقول لهم بعرفهم عن اسلام مين هو ايه رسمي والكلام ده. الموضوع كان جاي بالصدفه تمام. جه بعدها الحمد لله دي كانت بدايه وكانت حاجه شجعتني وحفزتني قوي ان انا اكمل. جه بعدها اخويا قدم لي في مسابقه في البحيره، خدت مركز اول على مستوى البحيره في الرسم البورتري الفوري. مسابقه دخلتها الحمد لله بفضل ربنا خدت مركز اول، لدرجه ان انا وصلت المرحله، مش غرور والله ولا حاجه، وصلت المرحله بقول يعني انا عايز منافسه يا جماعه، انا عايز حد هو يعني مش غرور بقى. رجعت طبعا كل ما كان الحافز اكتر بقعد على نفسي واشتغل وكده. عندي مشكله شويه في الالوان، بدات ان انا ابدا ارسم بالالوان واشتغلت على نفسي لحد الحمد لله ما وصلت لمرحله كويسه، وبقيت اشارك في معارض، وبقوا يتصلوا بيا كتير جدا ان انا اروح اشارك في معارض. اتعرفت على ناس، ومن هنا بدات الكورسات، ان الناس عايزه تاخد عندي كورسات بالرغم ان هما بيشاركوا في معارض معايا من قبل بسنين، وخدوا معايا كورسات في دمنهور، ودي كانت بدايتي. واشتغلت في دمنهور وفي اسكندرية كورسات وتعليم رسم، وشاركت في معارض كتير جدا في كل حتة يعني. أنا قلت لكم الحكاية ببساطة، ويعني ما كنتش عايز أكلك عليكم الدنيا وأطول عليكم، عايز بس أقول لكم على حاجة في النهاية علشان ما تحسش إن الموضوع كبر قوي. اسعى ودور على حلمك، مش تدور عليه تقول أنا عايز أبقى إيه أو مش لاقي نفسك في الحاجة الفلانية، لا ده الموضوع أبسط من كده بكتير جدا. يعني انت لو صدقت حاجة او انت بتعمل حاجة وصدقتها واشتغلت على نفسك فيها وبتحبها، مش بتعملها غصب عنك علشان مثلا حاطط في دماغك انك عايز تاكل منها عيش بعد كده او ما اعرفش ايه، مش حاببها يعني، لا انا طمعان في القرشين اللي هيطلعوا لي منها، لا تكون حابب الحاجة دي، هتلاقي كل حاجة جات لوحدها. والله العظيم انا بحلف يعني حقيقي، انا داخل الموضوع ده ان انا اكون فنان، وان انا عايز احقق رغبتي في ان انا اكون بعرف ارسم كويس وبس. كل حاجه جت بعد كده بالصدفه. هحكي لكم حكايه صغيره قوي علشان نختم بيها الفيديو، وحقيقي انا كل ما بسمعها جسمي بيقشعر. في يوم من الايام، وفيكوا عارف الحكايه دي كويس، في يوم من الايام كان في واحده ست، الست دي كانت معاها طفل، كانت تايهه في الصحراء. وانا مش عارف انا بحكيها بالظبط ولا يعني انا بحكيها لكم ببساطه. المهم هي مش عارفه تروح فين ولا تيجي منين، ومش عارفه تعمل اي حاجه. الولد بيعيط وجعان، وهي ما كلتش خالص وجعانه برضو وعطشانه،
ومش عارفة تعمل ايه. كل اللي هي قدرت تعمله ان هي تسعى. يعني ايه تسعى؟ يعني هقول لكم، هضرب لكم مثال. يعني مثلا لما بتلاقي في حد ما فاتح محله وما عندوش شغل خالص، ما بيعملش اي حاجه، بتلاقيه بيفك الحاجه وبيرتبها تاني، ينزل البضاعه وينفضها ويروقها، هو ده السعي. ما تستغربش من الناس اللي بتعمل كده، ما تستغربش من حد قاعد فاضي ما بيعملش حاجه، او مثلا فاتح محله وما بيجيلوش زباين او شغل، وتلاقيه مطلع البضاعه كلها وبيرصها تاني مع انها كانت مرصوصه ونظيفه، بس بيسعى. هو ده السعي. مش انك هتعمل ده على الفاضي، انك بتعمل اللي عليك. ما هو مفيش في ايده اي حاجه يعملها. هو لو راح يعني هو عنده بضاعه والمحل مليان ومفيش شغل ومفيش زباين، وراح جاب ب100,000 بضاعه وحطهم، ما هو برضه مفيش شغل ولا في زباين. فالفكره ان هو بيسعى او بيتعب او بيشقى علشان ياخد نتيجه تعبه وشقاده. المهم الست دي عملت ايه؟ كل اللي هي قدرت تعمله، هي كانت ما بين جبلين او تلتين. يعني بدات ان هي تجري من التل ده او من المرتفع ده للمرتفع التاني، فضلت تسعى حوالي 7 مرات، يعني تطلع وترجع تاني جري. فضلت تسعى ما بين الجبلين الصفا والمروه، ودي السيده هاجر. اللي يعرف القصه او اللي ما يعرفهاش، اديك عرفتها، ممكن تبحث عنها وتقرا القصه دي، جميله جدا. فجاه ربنا كرمها. يعني هقول لكم على حاجه، يعني انا دلوقتي قاعد ما بعملش اي حاجه وبدعي يا رب يرزقني يا رب. الدعاء مش لوحده مش كفايه، الدعاء مش كل حاجه ولا الصلاه كل حاجه. اسعى، السعي ده زي الصلاه، يعني عايز اقول لك اتعب علشان تلاقي نتيجه، فاهمني؟ فضلت تسعى لحد ما ربنا استجاب لدعائها. طبعا وهي بتسعى كانت بتدعي، ربنا اذن وانفجرت عين من تحت رجل ابنها وانقذها والحمد لله. فعايز اقول لك ان حقيقي على قد ما تتعب هتلاقي نتيجه تعبك ده. ما تقولش اللي حواليا بيحبطني، او تقول مثلا انا حاسس ان انا مش هكمل في الموضوع، او انا لسه مش جاي مني، طب انا لسه هتعب ولسه. ايوه، ما هو انت لازم تتعب وانت لازم تشتغل على نفسك ايا كان، مش شرط الرسم بس. فان شاء الله ربنا يوفقكم كلكم، واشوفكم حاجه كبيره جدا. عايز اقول لكم والله انا بدات بابسط الحاجات، يعني صدقني ان شاء الله اشتغل على نفسك وهتكون حاجه كبيره. يعني ايا كان انت بتعمل ايه، بتغني، بتعزف موسيقى، بتلعب كوره، بتعمل اي حاجه، اتعب وهتلاقي نتيجه تعبك ده. وانا بقولك عن تجربه، ولو مش مصدقني ارجع للقران، وفي ايات كتير جدا بتتكلم عن الموضوع ده. ربنا يوفقكم واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. كان معاكم اسلام خلف، مش هطول عليكم. سلام عليكم.